وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وني أمر من الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم قنس، يعني تكلف الصبر، تكلف الصبر في أمر الصلاة مع أهلك وعائلتك وذويك وأولادك. اسمع، قضية الصلاة لعظمها ولقيمتها ولأهميتها عند الله سبحانه وتعالى، ربي توكل النبي صلى الله عليه وسلم أرى حرص مع تروس مع الأهل عموما على أمر الصلاة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم معروف عنه أنه كان من أحرص الناس على الصلاة، الشيء حتى حرص في الضغط وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وروى عنه في هذا الشأن قوله: جعلت وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش يقرأ يتفي من سمرة ويتراحة يتصلاجة يتفي من يعني في حالة نفسية عالية ومعنويات مرتفعة من مين؟ أما سنزلت. وطبعا كلنا يحفظ هذا الحديث الذي روي عنه أنه إذا كان إذا حان وقت الصلاة أسيني بلال رضي الله عنه أرحنا بها يا بلال، يعني إما عالة الدم مش كانت تسيطفت في غمار الصلاة في بحر الصلاة، مش كانت تسريح في أصابهم، مش كانت تشط مطنينة وسكينة وأنس بالله سبحانه وتعالى. السواق على الأسف كثير من الناس هو أرحنا بها وإنما أرحنا منها. يوم المتنى لكم ظلت الكرفي، لكم ظلت ثقل يؤدهم والعياذ بالله، تبدي تمرمل تريك يجمع ربما جات الزلة يتظلى بعد الوقت يتظلى بدون طهارة، يعني مظاهر مسريك تظلت طبعا كثيرة جدا لا تحصى. السواق العالم سبحانه واللي قال اسم النبي صلى الله عليه وسلم فقط يعني أحرص ظلت في خاصة نفسك، وإنما جرمني إنه يحرص مع أهلك مع أهلك في أمر الصلاة. طبعا وفي هذا في هذا الشأن يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مقتديا بسيدنا إسماعيل عليه السلام، وبيذكرنا من سيرته يعني عليه السلام في القرآن أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. من مناقب هذا النبي الكريم سيدنا إسماعيل، ربنا إذا نبص في سورة مريم عليه السلام واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. سيدنا إسماعيل عليه السلام مما أثر عنه أنه كان حريصا أشد الحرص في طرواس في طوطس ممس ودينس على كل من يعوله في أمر الصلاة. السلوقة على الأسف حتى يضرب المبابة إتظرة الجيل أمسح طرواس لن تسخرط والإتظرة ربما للهن يعني في معوض الصرنة ننفي ما لا يعني ننفي وادي يعمهون والعياذ بالله بابا نضجي ولكف الحال اسمه لكف الحال ذا البابا نغمم ما تعب طرف الظلات مسكي وادي فارونس والعياذ بالله يعني تريك الظلات مسكي. سيدنا إبراهيم عليه السلام سيدنا إبراهيم عليه السلام هذا حكاية ربي غص في صورة سماها الله بصورة إبراهيم. يعني طبعا ذلك محفوظ القصة لما أخذ أهله إلى وادي غير ذي زرع تصور كل كنت شجار في السرجماس مكان سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، صحراء قاحلة في ذلك الوقت في ذلك العصر مكة وريت إصلاح جراء ناس جراء ليك الوامة ليك ميدل صورتي في ذلك الوقت في ذلك في ذلك الظرف. يعني ما هو أول شيء بدل ما تفكر ديس صورتي يكحد يقول أهل سكت الصحراء ما هو أول شيء يفكر فيه؟ طبعا أكيد أول شيء يفكر يعني السلمان قال بعشر سن تدرس المأوانس مثلا أول قال الترب العالمي دم كبير القمة عسل. سيدنا إبراهيم عليه السلام يوخر كأكسيو القرغ الغف وإنما يوخر أول شيء يطلب العالمي سبحانه وتعالى يجلس ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اسمع أول شيء يهم سيدنا إبراهيم عليه السلام يهتم به أي تبدأ أي أمر الصلاة. وفي بعد آيات سيدنا إبراهيم عليه السلام من ما صليت لربي ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقدم دعاء. يعني أكيد لي خمس صور سيدنا إبراهيم عليه السلام يتظل يبعون إنه مثلا يترك الطهارة إنه يتظل إنه يكون ظلت مثلا إنه يخشى ما تظلت ولكن مع ذلك إنه يا ربي اجعلني مقيم الصلاة يعني يا ربي نشي لكن محتاج يتجد سوى سيلا يتهوى ظلت. اسمع أنك مفارقة تزمعون إلى هذا العصر إلى هذا الوقت التفت يعني حقيقة يعني مظاهر شنا تهاون والاستهتار في الصلاة كثيرة جدا يتحكي لي قبل يعني قبل مدة يسيرة يمكن يخدم تل يعني أخوة الكرام يحكي ليسي يقولون بشنس يعني مما هي لنا وضن فعلا في قضية الصلاة
يعني حكاية سيكلون بجلس ده وليس ما رجل أعمال كذا يعني تصور حصدي ما يدقي دي ما نظرهم إنه يسمى أدي وضو قنزلت وعني لا يكلف نفسه هذه وضع سكرصة دي سبغ لضو ودي طهار أدي الصلاصات كاملة وإنما بتدجة غرص إنه يدي ما مولي أي فوق غرص أشكال دين دي ما تدرسو ترسو دي ميكروصة أدي وضو قنزلت أدي شبت أشكال دين تيميم أدي وضو تيميم أدي الصلاة دي من الفنونية يعني ما بدي وضع ما بدي حقيقة ربما نخشى أن تكون مثل هذه الحالات ستدخل ضمن قول سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيرها فما ليش تظلمت يعني كربه وسلم تبع ما تجاهد صلاة الصبح ليالي تكسل سهرت ما شاء الله وندمت لو تلعس وندمتي ونتيرة ونكذا ونكذا تلعست طبعا السلسلة والغسل وإنما ربما يلوسي سهر في أشياء لا قيمة لها هذه صار هذه صار هذه صار يغور بيتني يغور بيتني والعياذ بالله أن تظلت بعد ما غدلت في نفسي غزل عادة عادي جدا عادي جدا اسمه يوان في بدي يصلي قلوا قبل ما غدلت فدي قلي سيدنا وإنما الأصل هذه الصار بعد ولا يفوت هيك المشاهد يقول من الواقع حق قال اسم نشي هي ما ظلت سبعة صف والشام لما رو قبل الوقت بعد الوقت قدامي المهم مش هامي إنش سبعة تظلت إنش سبعة تظلت سبعة وأربعة الفطور سبعة ونص درجة تحت دسين الريل والعيال اللي فيه يعني الوضع اللي الواقع قال اسم طوما في بطني سهولة إذا حقيقة أنظر إلى الواقع القرآني اسمك رب العالمين سبحانه كيف يؤكد ويؤكد في عشرات الآيات في قمة صلاة سيدنا عيسى عليه السلام كذلك وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا نعم اسمه أن الدين قد يجي الواقع أنظر كذلك إلى واقع الصحابة ما ليش بدني يمتثلون اسمع يعني يقيمون الصلاة حق إقامتها بما الوقت اللي واضح يعني نشوف نموذج بسيدنا عمر بن الخطاب يعني كيف تظلت تحفر في قلوب الصحابة وفي قلوب التابعين وفي قلوب يعني رجال الله سبحانه وتعالى عموما وهي يعني